Chers téléspectateurs de MR24, beaucoup de gens se plaignent de la chaîne Maghreb TV. Aujourd'hui, nous allons faire un petit micro-trottoir pour découvrir leurs réponses. Suivez avec nous, nous allons découvrir leurs réponses. Pourquoi est-ce que tu connais Maghreb TV ? كان عارفه يا صافي ماشي بزاف زعما صراحه صافي شي عام هيداك باش كان عارفه ماشي بزاف اي فوالا وصراحه ما ماشي لاشين اللي كنتفرج فيها بزاف غير مره كي نشوفها وصافي اي والله وكيعملوا داكشي صراحه معود بزاف داكشي ما كيعجبنيش بزاف كيعملوا داكشي معود بحال المسلسلات بحال الراديو داكشي اللي كيعملوا الافلام وهادشي وعلاش ما كتفرجش في لي شان ماروكان بحالهم فحال دوزيم كتعجبني فحال مغربية أولى صراحة كيعجبوني كاملو فيها الحاجات هيدا مسلسلات مي مغرب تيفي جامي عجبتني صراحة يعني أنا نعرف واش كتعرف لاشين مغرب تيفي كان عاكفة من عمي كان عاكفة كتفرج فيها؟ ساعة ساعة دونتو كنت فرج فيها وشنو واش كيعجبك لاشين مغرب تيفي ولا؟ وكيعجبني بزاف الحاجات فيها ولكن ماشي جامك مسائل جوج ماشي حتى تما كاسومي جوج واحد شويه ما نعرفهاش وما كتفرجش في ليشان ماروكان؟ سي بحالاش؟ دوزيام هادي اللي كتفرج فيها؟ هي اللي كنفرج فيها ولا قليل فين نتفرج فيها دونك بوكوا تو تانتيريس با سي شان ماروكان؟ Il n'y a rien d'intéressant et parce qu'aux adultes, il n'y a rien d'intéressant pour nous les jeunes. Je préfère plus les réseaux sociaux et tout. Parce que dans ces chaînes, ils mettent que des trucs d'adultes, pas intéressants. Et personne de mes amis non plus regarde ces chaînes. Oui, je connais la chaîne Maghreb TV. واش كتفرج فيها ولا لا مره كنت كنشوفها مي ما كتعجبنيش حيت ما كديرش شي برامج في مستوى ولا كتبقى تعاود نفس داك نفس البروغرام كيبقى يتعاود هادشي اللي كاين شنو الراي ديالك الراي ديالي قلت لك ما كتعجبنيش حيت ما كديرش شي حاجه اللي كدير لنا حنا كجاليه هنايا كدير افلام بحال ديال اللي كدير اللي كديروا لي شين دوزام والرباط ولا الاولى ولا نفس السيستم هذاك الشيء اللي كنسمعوا لها كنعرف نسمعوا لها واش كتفرج فيها لا هذا كنسمع على حساب الراديو وعلى حساب السمع والبصر لا اوكي شنو راي ديالك على لا شين مغرب تي في وا برامج زوينه برامج زوينه كيديروا سيتو هذيك اللي في العربي اللي كي يعني كيديروا برامج اجتماعيه يضرب بزاف على الجاليه صراحه لا شي مزيانه شكرا الله يحفظك شكرا ميرسي بوكو نورمال الحقيقه ما جو لو كوني با ما كنعرفوهاش وينما كنعرفو تيلي بروكسل كي فوا كي جو ديك الشيء ديالهم مغاربه ولكن بون اغاب اون فرونسي وعلاش ما كتبعوش شي لي شين ماروكان لا لي شين ماروكان كتبعوهم دوزيام بروميير هي هذيك الشيء تقريبا كتبعوهم وي وشنو الراي ديالك ابروبو دي شين؟ شنو نقول لك يا ترو شاك شين على من كتهضر كاين دي شين كي دون دي زانفورماسيون كاين دي شين ديال الموزيك كاين دي شين ديال لا كولتور كاين دي شين كومبوني بوكو دي شين دون تو لو موند اون بلوس كنعرفها وشنو راي ديالك على هاد لاشين؟ هاد لاشين كتعجبني فيها لي ميسيو بزاف الكومنتير بحال الاشرطة كيعجبوني فيها الاخبار وخصوصا الاخبار الاجتماعية ديال الموضوع نتاع الانسان نتاع الانسان هاد الانسان ونتاع مواضيع عائلية ومواضيع اجتماعية بزاف لا مواضيع بزاف شيقة زعما الصراحة كتعجبني ونتمنى لهاد الاذاعة ان شاء الله الاستثمار ان شاء الله تكون مزيانه ان شاء الله وديروا لنا الجديد ان شاء الله هذا رمضان يديروا لنا شي مواضيع زوينه بحال شويه سكيتشات هنا ما سيتونا هنا في الغربه شويه مغربين ما نقدروش مع شي مع البعد وهذه يديروا لنا شي بحال الفكاهه وديروا مواضيع اجتماعيه نتاع رمضان هنايا في بلجيكا لا ما نعرفاش كنتفرجوا في دوزيم ديالنا جبنا باقا كنتبعوا المسلسلات اللي كنا بادين في المغرب ونضوش نخليوهم هذوك والاولى ديالنا والمغربي بحق هذه الاذاعه يمكن دابا ملي قلتيها لنا منين نمشي للدار نقول لهم يوريوها لي